ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده العربية دي بتاعة الفول، ده بياع الفول بيعدي يوميا طول الشتاء في نفس الميعاد، يعني يوميا كده الساعة 4 العصر بيعدي. طبعا انا جبت منه كمية من الفول وهقول لكم النهاردة ان شاء الله في الفيديو ازاي بخزنه وبيقعد عندي سنة كاملة. الفول من الاكلات اللذيذة جدا، بيتعمل بيه كذا طبق. هنعمل مع بعض النهاردة في آخر الفيديو 3 أطباق. عملت ال3 أطباق بطريقتي، عشان كده هقول عليهم 3 أطباق حصرية، ما تعملوش يعني ما حدش عمله، وانا عاملهم بطريقتي الخاصة. والقشر بتاع الفول برضو على فكرة مش هرميه، القشر بتاعه هستغله في حاجة هتعجبكو قوي. طبعا انا اشتريت كمية من الراجل جبت 5 كيلو، بس ال5 كيلو دول اللي انا هعملهم معاكم في الفيديو، لكن طبعا بعد كده هجيب بقى كمية اكتر عشان انا بحب الفول يبقى عندي بصراحة في الفريزر. عملنا قبل كده مع بعض الفول الاخضر بالشبت والرز، كان حلو جدا، موجود عندكم في وجبات الغداء. وعملنا سلطة الفول الأخضر للدايت. الفول حلو قوي للناس اللي بتعمل دايت، لأن هو بيديهم إحساس بالشبع. يعني بصراحة الواحد لو فطر طبق فول أيا كان بقى، فول أخضر أو فول عادي أو فول مدشوش، أي نوع من أنواع الفول، اليوم كله بتاعه بيقفل اليوم كله، ما بناكلش حاجة تانية خلاص. فأنا بعتبر الفول حلو قوي من الوجبات المشبعة. الستات الحوامل الفول مفيد ليهم، لان فيه حمض الفوليك وده بيعزز نمو الجنين وبيقلل نسبة الاصابة بتاعته بالتشوهات. الستات اللي في سن اليأس بيبقوا معرضين دايما يجيلهم هشاشة العظام، الفول مليان بالمنجنيز والنحاس وده بيعزز من كثافة العظام. الناس اللي عندها انيميا الفول مليان بالحديد، هو برضو مليان بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وده حلو قوي لصحة القلب وبيجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم. بيقوي جهاز المناعة لأنه مليان بمضادات الأكسدة. خلاص كفاية فوائد بقى كده، ندخل بقى ايه في الفيديو. دلوقتي أنا هقطع بقى كمية من الفول الأخضر بقشره، بس نخلي بالنا الفتلة اللي في الجنب دي بنرميها. الفول يا جماعة من الأكلات الموفرة، يعني الكيلو ب10 جنيه، فحاجة رخيصة مش غالية بصراحة. دلوقتي هنغسل الفول، أنا حاطة في مصفى يعني هشطفه كده بس وهسيبه يتصفى. طبعا الفول اللي بقشره أو أي خضروات أو أي فواكه زي الفاصوليا أو كده، يعني حاجة هتتاكل بقشرها لازم نحطها شوية في المية والخل على الأقل 5 دقايق، وبعد كده نقوم شاطفينها وحاطينها في مصفى وسايبينها تتصفى قبل ما نخزنها. هجيب دلوقتي الأكياس وهحط بقى الفول في الأكياس واشيله في الفريزر. في ناس بصراحة بتحط الفول قبل ما بتحطه في الأكياس دي، بتحطه في مية مغلية، بس انا لا، انا بصراحة الطريقة بتاعتي ان انا حطيته اخضر زي ما هو، ولا مية مغلية ولا اضفت له اي اضافات، زي ما هو كده بيتشال في الاكياس في الفريزر، بيقعد سنة كاملة ما بيحصلوش اي حاجة. بنطلع الكيس ونشوف هنعمل بيه اكلة ايه، حلو وموفر وكله فوائد ورخيص. وده الموسم بتاعه، يعني المفروض نستغل كده المواسم، نشوف ده موسم بتاع ايه ونجيب الحاجة نخزنها تبقى متوفرة عندنا طول السنة في الفريزر.
حتى الفول اللي بقشره برضو هشيله زي ما هو، مش هحط له اي حاجة. ودي نفس الطريقة اللي خزننا بيها الفاصوليا الخضراء قبل كده. وخزننا ايه تاني؟ البسلة تقريبا. نشوف بقى مع بعض دلوقتي الاطباق اللي هنعملها بالفول الاخضر. اول طبق هعمل مقلوبة الفول الاخضر مع اللحمة. انا هحط في المقلوبة فول، فصوص من الفول، وهحط برضو فول متقطع. اللحمة لازم تكون متقطعة مكعبات. رز مصري، عندي نص كيلو رز وكيلو لحمة واتنين كيلو فول، معلقة صغيرة من الكركم وبهارات الكبسة، مكعبات ماجي عملناها قبل كده هنزلها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، عندي بصل وثوم وزيت، بهارات الكبسة ان شاء الله هنزل لكم المكونات بتاعتها في صندوق الوصف، مع ان هي بتتباع جاهزة، يعني بتتباع في اكياس كده مكتوب عليها بهار الكبسة. بعد ما فرمت البصل والثوم حطيتهم في الزيت عشان يتحمروا. هضيف دلوقتي مكعبات ماجي والبهارات. طبعا انا مش هحط ملح خالص لان مكعبات ماجي فيها ملح. عملناها قبل كده مع بعض كانت سهلة جدا. مكعبات ماجي لازم تبقى متوفرة عندنا في البيت، يعني بتدي طعم حلو للأكل. هضيف مكعبات اللحمة. هسيبها 10 دقايق. بعد كده هضيف المية عشان اللحمة تستوي. هي قعدت على النار 1/3 ساعة. بعد 1/3 ساعة شفتها كانت خلاص قربت تستوي. هضيف دلوقتي الفول على اللحمة. وخلوا بالكو انا هعمل الاكلة بتاعت النهاردة كلها في نفس الحلة، يعني ما شلتش حاجة حطيتها على جنب او حاجة في حلة تانية، كله في نفس الحلة، حلة واحدة. الفول قاعد على النار بالظبط 10 دقايق. كده خلاص قرب يستوي. الرز المصري كنت نقعاه ربع ساعة، يعني غسلته وسبته منقوع في المية ربع ساعة، صفيته من المية وأضفته على الحلة اللي فيها الفول واللحمة. طبعا طالما نقعناه ما بياخدش وقت. في خلال ربع ساعة كان الرز مستوي، طبعا وطيت عليه البوتاجاز. كده الطبق جاهز، طبق حلو جدا.
الرز مع الفول مع اللحمة مدي طعم جميل جميل قوي بجد والله. يعني انا عايزاكم تجربوه. انا بحب دايما اقدم اي اكلة فيها فول اخضر مع البصل الاخضر. يعني انا حطيت كده بصل اخضر مع المقلوبة دي، كان حلو طعمه. نشوف الطبق التاني. هنعمل دلوقتي الطعمية. محتاجة ثوم، بصل اخضر، وكزبرة خضراء، والفول. طبعا لو ما فيش بصل اخضر ممكن نعمل بالبصل العادي، ما فيش مشاكل. الحاجات دي كلها هنحطها في الكبة، وعايزين نطحنها تبقى ناعمة جدا. عملنا قبل كده مع بعض الطعمية بس كانت بالفول المدشوش، حلوة قوي، من الأكلات الموفرة. إن شاء الله هنزل لكم طريقتها في صندوق الوصف. الفول كده بقى ناعم. عندي سمسم معلقة كبيرة، نص معلقة من الكمون والكزبرة الجافة والملح، وعندي بيضة. هنضيف بقى جميع الحاجات دي على بعض. كان أول مرة بصراحة أجرب الطعمية بالفول الأخضر، عجبتني جدا. ممكن طبعا نستغنى عن البيض ونحط معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، بس أنا حطيت بقى بيض. أنا بقول لكم الطريقة اللي أنا عملت بيها. طبعا في الطاسة لازم نحط كمية كويسة جدا من الزيت. لما الزيت يغلي حطيت الطعمية بالمعلقة. شلتها على مناديل، طبعا مناديل او ورق زبدة، اي حاجة متحمرة في الزيت لازم نحطها على ورق زبدة او مناديل. حلوة جدا. طبعا انا يعني بموت في سندوتشات الطعمية مع الطماطم. مع شوية سلطة كده ومخلل، وبرضو لازم بصلة خضرة. بتدي طعم حلو قوي. شايفين شكلها؟ الطبق التالت بقى، بعد ما قطعت الفول ونقعته في مية وخل صفيته، هحطه يتسلق. بيقعد على النار 10 دقايق. بعد 10 دقايق طلعته. عندي بقى ملح وبابريكا وكمون وثوم وخل وليمون وفلفل ألوان. أي مكونات بقولها بكتبها في صندوق الوصف. كنت محتاجة فلفل ألوان، ما كانش عندي، فجيت اخد من الفلفل الاخضر اللي عندي، لقيت الفلفلايه الحلوه دي محطوطه كده، قمت واخداها ومقطعه. لازم التوم يا جماعه نقطعه على ايدينا، يعني ما نفرموش، نقطعه كده حتت صغيره عشان يبقى طعمه باين. التتبيلة دي حلوة قوي، خل وثوم وبابريكا وكمون وملح وليمون. هنضيف بقى دلوقتي الفلفل اللي احنا سلقناه على التتبيلة دي. طبعا لو في شطة او فلفل حامي
هيبقى حلو جدا. بس بصراحة ما كانش عندي فلفل حامي. الفول بالتتبيلة ده كان طعمه روعة. برضو كان اول مرة اجربه، لاني انا عادة ما بعملش الفول بقشره، بقشره دايما، فقلت اجربه كده عجبني. قلت لكو ان القشر بتاع الفول مش هنرميه وهنعمل بيه حاجة. انا اخدت القشر قطعته، هغسله طبعا بالمية والخل واشطفه، وبعد كده هحطه يتسلق. بعد القشر ما اتسلق هحطه في نفس التتبيلة اللي انا لسه قايله لكم عليها. فلقيته حلو، زي ما بقول لكم كان اول مرة اجرب القشر بتاع الفول، فلقيت طعمه حلو. يعني لما عملت الفول بقشره في التتبيلة دي لقيته حلو، قلت طيب ما انا القشر بتاع الفول بدل ما ارميه اخد جزء منه واعمله بالتتبيلة دي، طالما طعمه مقبول. فلقيت طعمه حلو، حلو جدا كمان. بتمنى الاطباق بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. المقلوبة بتاعت الفول الاخضر مع اللحمة جربوها، انا متأكدة ان هي تعجبكم، حلوة جدا وسهلة. مش هقول لكم بقى الطعمية وجمالها بصراحة، يعني ما كنتش متخيلة ان في طعمية بتتعمل من الفول الاخضر وبتطلع بالجمال ده. نجرب بقى الفول بالقشر بتاعه، نعمله في التتبيلة، هيبقى حلو قوي. وبرضو على المقلوبة على فكرة انا حطيت جزء من الفول الاخضر اللي بقشره، برضو كان حلو. والقشر بتاع الفول ما نرميهوش، لو هنفصص كمية من الفول ناخد القشر ده ونتبله كده ونحطه طبق جنب الأكل، هيبقى حلو قوي. جربوا بقى الوصفات بتاعت النهاردة ويا رب تعجبكم. وإن شاء الله هنزل لكم جميع الوصفات بتاعت النهاردة مكتوبة ومترجمة في صندوق الوصف.